مساء الخير على حضراتكم، مساء يوم جديد، يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2024. قبل ما هنقول لكم الفقرتين اللي هيكونوا معانا النهاردة، هنطلع كده لبعض الأخبار اللي هامة جدا، وبعدها هنقول لكم فورا إيه الفقرتين اللي هيكونوا معانا. الخبر الأول اللي معايا، وزير الثقافة ومحافظ الأسكندرية يفتتحان فعالية الدورة الأربعين لمهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط. افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الأسكندرية فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان الأسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، والتي تقام في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر الجاري، برئاسة الناقد الفني الأمير أباظة وتحمل اسم النجمة نيلي، حيث أقيم حفل الافتتاح في القاعة الكبرى بمكتبة الأسكندرية. وخلال كلمته قال الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة: من أرض الأسكندرية حاضنة الفنون وعلى ضفاف البحر المتوسط، ومن مكتبة الأسكندرية منارة الثقافة، يضيء مهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط شعلته الأربعين، ليؤكد مجددا دوره الرائد على خارطة المهرجانات الدولية. فبعد رحلة استمرت 4 عقود، أصبح هذا المهرجان ملتقى لإبداع السينمائيين الشباب، وبوتقى للأفكار، ومحفزا للحوار بين الثقافات، وسفيرا للسينما المصرية والعربية في العالم. وفي كلمته أكد الفريق أحمد خالد محافظ الأسكندرية أن المهرجان يعد أحد أبرز المهرجانات السينمائية التي تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول البحر المتوسط، باعتباره منصة جادة للتبادل المعرفة والثقافة السينمائية والخبرات بين صناع السينما حول العالم. معنا مداخلة؟ تمام. الخبر الثاني، 100,000 زائر بمعرض رمسيس وذهب الفراعنة بألمانيا. استقبل معرض رمسيس وذهب الفراعنة منذ افتتاحه في يوليو الماضي في مدينة كولوم بألمانيا 100,000 زائر، وهو ما يؤكد أهمية المعارض الخارجية المؤقتة كونها سفيرا لمصر وحضارتها، بالإضافة لمساهمتها في الترويج للمقصد السياحي المصري، ولا سيما منتج السياحة الثقافية. ويضم المعرض 181 قطعة أثرية من مقتنيات عدد من المتاحف المصرية تبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة من عصر الدولة الوسطى وحتى العصر المتأخر. الخبر الثالث، اليوم انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية. ينطلق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية رسميا اليوم الأربعاء بحفل افتتاح يقام بقصر ثقافة الإسماعيلية بمشاركة 22 فريقا من الدول العربية والأجنبية، بجانب فرق الرقص الشعبي المصرية، وتستمر فعالياته حتى 7 أكتوبر الحالي. وذكرت محافظة الإسماعيلية في بيان أن عاصمة المحافظة شهدت أمس إقامة عروض استعراضية للفن الشعبي بشارع محمد علي بقلب المدينة أمام مبنى المحافظة، وتضمنت الفعاليات طابور عرض لعدد من الفرق المشاركة بالمهرجان وسط شوارع المدينة بمشاركة جماهير المحافظة. ودي كانت بعض الأخبار السريعة. طيب هنقول دلوقتي على الفقرتين اللي هيكونوا معانا. طب نطلع الاول لفاصل ونرجع مع حضراتكم مره تانية نقول لكم ايه الفقرتين اللي هيكونوا معانا النهارده. ورجعنا لكم مره تانية وهنقول لكم دلوقتي على الفقرتين اللي هيكونوا معانا. الفقره هتكون معانا فيها اول سباحه مصريه عالميه حققت الرقم القياسي وكسرت الرقم القياسي في السباحه الحره، إنجاز حققته ضخم بيضاف لبطلات الرياضة المصرية. هيكون معانا في الفقرة دي المهندسة رندا المهدي، هنعرف إيه الحكاية بالظبط ونعرف إزاي يعني حققت السكور الجامد ده كله، وخاصة إن هي يعني الحقيقة راحت مكان اللي هو بحيرة أنسي الفرنسية، وده إن هي تبحر في المكان ده وتعوم في المكان ده كمان غريب جدا. هنعرف كل التفاصيل. الفقرة الأولى اللي هتكون معانا بقى الحقيقة
هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا احنا مقبلين عليه او احنا بالفعل دخلنا فيه، وهي السياحه، موسم السياحه الشتوي. موسم السياحه الشتوي دايما بيبتدي من شهر اكتوبر وحتى نهايه ابريل العام القادم. طبعا هنشوف يعني الموسم السياحي هيبتدي ازاي وايه المخطط ليه في هذا الموسم، كل التفاصيل دي هنعرفها من خلال فقرتنا. لكن نطلع لفاصل ونرجع مع حضراتكم الاولى فقرتنا النهارده في مصر جميله. ورجعنا لكم مرة تانية، والحقيقة بيستعد القطاع السياحي لبدء الموسم السياحي الشتوي واللي بيبتدي رسميا من شهر أكتوبر الحالي حتى نهاية إبريل القادم 2025. الحقيقه ان يعني في توقعات ان هيكون يعني موسم سياحي شتوي جيد جدا للعديد من المقاصد السياحيه الهامه عندنا، سواء كانت في القاهره، في الاقصر، في اسوان، في الغردقه، في مرسى علم، في شرم الشيخ. والحقيقه ان احنا شفنا من الاسبوع الماضي بدايه هذا الموسم، موسم السياحي الشتوي، بالعديد من الفعاليات الاحتفاليات بموسم العالمي للسياحه العالميه في الاقصر واسوان، بالعديد من المهرجانات ايضا، وايضا بخروج العديد من المراكب النيليه الشراعيه اذانا ببدء هذا الموسم الشتاء السياحي. ان شاء الله يكون موسم جميل جدا وفعال جدا. يسعدنا وينورنا الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحيه. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. اهلا بحضرتك، منور. شرفت بيك بالبرنامج. بدايه، توقعات حضرتك لموسم السياحي لهذا الشتاء ايه؟ هو بإذن الله الموسم كويس وبادئ كويس، بالذات أن السياحة الثقافية بتبتدي بداية من أكتوبر حتى نهاية أبريل أو مايو كده، وفي حجوزات للنايل كروزس والسياحة الثقافية عامة، القاهرة، الأقصر، أسوان، طبعا ده مهم جدا، وبقية المحافظات. طبعا السياحة الشاطئية موجودة بصفة مستمرة طوال العام، بس بتزيد أكتر في الشتاء طبعا بالنسبة للبحر الأحمر وجنوب سيناء، وطبعا مرسى علم زي ما حضرتك ذكرتي، جنسيات مختلفة من كل دول لسه العالم. لسه هسأل حضرتك، هل في أسواق جديدة متوقعين دخولها في الموسم السياحي الشتوي هذا العام ما كانتش يعني مقبلة قوي في الفترات السابقة أو في المواسم الشتوية السابقة، لكن السنة دي بدأت تهل علينا؟ هو طبعا يعني زمان كان في السياحة الروسية والأوكرانية، فلما ما بقتش موجودة بنفس العدد، طبعا السياحة الروسية موجودة كان 1.5 مليون سائح في 2023، وفي بس طبعا ده مش نفس الأرقام، فأسواق أخرى احتلت مكانها وأخذت مكانها في السوق المصري، ونتيجة الترويج دايما والتسويق وحضور المعارض والبورصات الدولية بشكل مستمر فيه. وبعدين يعني دول كتيرة من الاتحاد زي إيه اللي دخلوا عندنا الجديد؟ يعني في عندنا طبعا أوروبا الشرقية بكثرة، كازاخستان، أوزبكستان، يعني الدول دي، دول آسيوية، الصين نازلة بقوة طبعا بعد الكوفيد، يعني احنا وصلنا 28 رحلة أسبوعية، اليابان، كوريا، يعني الأسواق دي رجعت تشتغل تاني بشكل، طبعا عندنا الأسواق الأوروبية بشكل مستمر، ولكن احنا عندنا مصر فيها مقاومات سياحية كتيرة، وطبعا الميزة الكبيرة جدا طبعا احنا كان عندنا سياحة عربية، عندنا انواع مختلفة من السياحة الحقيقة، ثقافية، شاطئية، مهرجانات، يعني سياحة استشفائية، علاجية، سياحة البالون، سياحة بيئية، مسابقات رياضية، مؤتمرات بشكل كبير جدا، ده كله موجود في مصر بصفة كبيرة يعني. ولكن احنا عندنا مثلا فترة الصيف كانت السياحة العربية بشكل كبير جدا، وبالذات في مهرجان العالمين، تسليط الأضواء على مصر كلها، صحيح. يعني العالمين طبعا، ولكن احنا عندنا الأجانب طبعا كان في جنسيات بتروح العالمين كتيرة، ولكن السياحة العربية المين يعني. المهم ان السياحة الأوروبية، أمريكا اللاتينية، أمريكا الشمالية، أستراليا، كندا،
طبعا الدول الآسيوية، الهند، الصين زي ما ذكرت لحضرتك، أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية بيحبوا طبعا، الجزء منهم كبير وبالذات أوروبا الشرقية، البحر الأحمر بشكل كبير على مدار العام، الدايفنج، لأن البحر الأحمر مش موجود غير في 4-5 دول، مصر والسعودية واليمن مثلا والأردن، يعني محدد يعني، على عكس البحر الأبيض المتوسط موجود في دول أوروبية، موجود في دول آسيوية وهكذا. فطبعا الإقبال، الدايفنج، السياحة، المحميات الطبيعية، عايز أقول الشعب المرجانية، الأسماك، الطيور المختلفة. الجزء الثاني دكتور حسام كده، يعني دايما من الشتاء للشتاء دايما الأقصر وأسوان يعني بتنتظر موسم الشتاء بالذات علشان يبتدي بقى السياح عندها. شايف حضرتك إيه الجديد السنة دي في الجزئية دي؟ يعني هل في فعاليات جديدة معمولة في الأقصر وأسوان؟ هل هيبقى الموسم الشتاء السنة دي دايما، خاصة احنا بنقول يعني الشتاء يبقى دايما مخينا بيروح عند الأقصر وأسوان دايما، فهل شايف في فعاليات جديدة بتستعد زي الأقصر وأسوان لاستقبال كل السياح اللي جايين؟ هو الحقيقة طبعا حصل الاحتفالات في يوم 27 سبتمبر اللي هو يوم السياحة العالمي، اللي منظمة الأمم المتحدة عملته يوم سياحة عالمي وكده، ومنظمة السياحة 1970. السياحة استعدت طبعا، وأسوان عملت المراكب الشراعية والأقصر، وكان تنظيم الحنطور بشكل معين لأن ده حاجة دايما السياح فيها، وطبعا البالون حتى يعني المطار لما بيستعدوا لاستقبال باحتفالية ده لوحده رونق تاني وبيجذب السياح، يعني الاحتفالية بتحصل جوه المطار الحقيقة يعني بيلفت النظر لوحده طبعا. وفي كل العالم عارف ان في 22 اكتوبر في الاحتفالية بتاعت ابو سمبل لما الشمس طبعا بتيجي على الثلاث آلهة ما عدا إله الموت. المهم يعني الاحتفالات دي كلها في حجوزات كويسة، السياحة ابتدت، السياحة الثقافية من كل جنسيات العالم، سياح أمريكان، أسبان، فرنسويين، إنجليز، الشارتر هينزل في الأقصر بشكل كبير من إنجلترا، ما كانش متواجد قبل كده، جنسيات مختلفة في تبشر بالخير بشكل كبير، بالإضافة طبعا للفنادق الأوفرلاند، بالإضافة للحجوزات في فنادق القاهرة عشان طبعا زيارة المعابد وقصدي الأهرامات أنا آسف وكده. في كله بينتظر بشغف افتتاح المتحف المصري الكبير طبعا. ولكن إحنا حاطينه في البرامج السياحية من السنة اللي فاتت، بتنزل السياح وبتزور المتحف المصري الكبير بشكل كبير، مشروع طبعا اللي منتظرين افتتاحه مشروع التجلي الأعظم في سيناء، ده مشروع كبير جدا جدا جدا, جداً، وله علاقة كبيرة بالسياحة الدينية. الانفراستراكشر اللي تمت في البلد في مصر خلال الفترات الماضية من طرق وقطارات وطاقة استيعابية للمطارات بلس الأمن والأمان طبعا صحيح. في المطارات بشكل معين، والسيرفيس اللي بتقدم، زيادة عدد المقاعد السياحية في الطيران الشارتر، ده مهم جدا لأن احنا كدولة جيوسياسيا ما ينفعش غير مطارات وطيران شارتر، ما عندناش أي أنواع أخرى من السياحة، قصدي يعني ما فيش سياحة بالأوتوبيسات بالقطارات من دول أخرى يعني. فهو ده المهم بالنسبة لنا. فطبعا دعم الطيران الشارتر من قبل الدولة والاستراتيجية اللي وضعتها الدولة مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة بلس الحملات الإعلامية والإعلانية والمعارض زودت كتير قوي. كنا في بورصات حضرناها كانت مهمة، وفي ناس طبعا حضرت بورصات بعديها، بس كانت واحدة آخرها في 5 في دبي، وكان في بورصات بعد مهمة كده مهمة جدا حضور مثل هذه المعارض حقيقة طبعا خارجية. في واحدة جاية في نوفمبر في إنجلترا من مهم. إلى أي مدى ده مهم؟ علشان حتى يعني كتير قوي من اللي عندهم مثلا مركب نيلي مثلا، مهم قوي إن هو يعمل كروز مثلا، مهم جدا إن هو يحضر المعارض دي لأن بيبقى الفيدباك بتاعها حقيقة يعني مختلف خالص. هو المعارض الدولية دي بتبقى كل دول العالم بتتواجد فيها، فيها جناح مصري كبير بيبقى موجود،
زي بقية الدول كل عارض من الموجودين سواء أصحاب شركات السياحة مارينال كروزس أو الفنادق السياحية أو خطوط الطيران بيقدم البرامج السياحية بتاعته اللي بيقدر ينفذها على أرض الواقع، وبيتقابل مع عملاء دول أخرى أو ترافل مانجرز أو أونرز بتوع تور أوبريتورز أو دي إم سي، بيقابلهم هناك وعلى أساسها بيتم التعاقدات. بتبتدي بقى يعني إحنا بيبقى ناحية تسويقية كبيرة جدا لمصر، حضورنا وحضور الدولة بشكل مميز مع وجود الجناح المصري بشكل فرعوني بشكل مختلف، لدرجة إن كل الناس بتيجي تتصور في الجناح الخاص بمصر لأن ده ثقافة مصرية بحتة الناحية الفرعونية، على أساسها بيتم التعاقدات بقى يعني ممكن بقى كل شركة حسب حجم الشغل وحسب هو فيها نسبة كبيرة من الرزق برضو، يعني عشان نقول الحضور بيبقى تسويق حضور بشكل كبير جدا. طب تسمح لي بس نطلع كده الفاصل، أنا حديث شوية كده بس نطلع فاصل للأذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة ونرجع ونستكمل، خليكم معنا. ورجعنا لكم تاني، واللي منورنا دكتور حسام هزاع عضو اتحاد المصري للغرف السياحية. دكتور كده كنا بنتكلم في الفاصل عن موضوع مهم جدا، يعني عايزين مشاهدينا كمان يعني يبقوا معانا. الدولة قد ايه بالحقيقة بتبذل مجهود جدا علشان السياحة تزيد اكتر عندنا، يعني زي ما احنا كنا بنقول على طبعا في 50 مليار جنيه بتقدمها الدولة للرجال الاعمال علشان يحسنوا لو كان في اي مثلا فنادق، كمان الطيران الشارتر والمعارض. طبعا كلمنا ايه اللي حضرتك شايفه احنا محتاجينه اكتر في الفترة القادمة عشان لمزيد من السياح عندنا؟ هو طبعا المبادرة اللي قامت بها الدولة في دعم القطاع السياحي وبالذات القطاع الفندقي بخمسين مليار جنيه، على أساس ان احنا محتاجين نصل الى 30 مليون سائح. 30 مليون سائح محتاجين يبقى عندنا نص مليون غرفة، 500 ألف، احنا عندنا 240 ألف غرفة. ففي طبعا كان في بعض الفنادق تعثرت او وقفت وكانت محتاجة رينوفيشن او تجديد، خاصة مع فيروس كورونا والتوقف التام من 2010 في بعض، فدولت محتاجين ففي دعم وفي من الدولة حصول على قروض لرجال الاعمال بالذات في مجال الفندقة، واقصى حاجة ممكن يبقى مليار او 2 مليار جنيه حسب وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة غرفة الفنادق والميزانيات إلى آخره. بيبقى فيه دعم أو إن هو هيبني فندق جديد أو الاستثمار من الخارج مع شريك أجنبي إلى آخره، ولكن الشريك المصري هو اللي بيحصل على القرض، يعني الشريك الأجنبي بيجي بالفلوس ومعاه من الخارج. في برضو كان الدعم مبادرة ب5%، دي بتبقى مخفضة القروض 5%، بياخد للنقل السياحي برضو إنه يقدر يشتري، ياخد يعني الشخص 5% للنقل السياحي، لا قروض ب5%، يعني مثلا هو يدفع 30% من قيمة الباص والدولة أو البنك يديله قرض بإجمالي المبلغ وليس نقدي، اللي هو تسديد الأصل أو شراء الأصل بقى سواء أوتوبيس أو كوستر أو هاي إس، ده موجود برضو وده شيء كويس جدا للتسهيل على رجال الأعمال. طبعا دوران رأس المال والشغل هو أهم حاجة، يعني للناس اللي معها فايلات من برا أو شغل أو فنادق إلى آخره. صحيح. دعم الطيران الشارتر ده نقطة مهمة جدا برضو، كان المفروض بينتهي في 24 ولكن الدولة مدتته ل 2025 يقارب 100 مليون دولار، وكل دولار بيقدر يعوض أو يجيب ناتج أو دوران رأس مال 20 دولار. فده معناه إن إحنا مثلا لما يكون في طيارة معينة بتدعم مثلا ب 4000 دولار في 200 مكان، فكده في تخفيض كويس قوي في الرقم ده، مثلا بنتكلم 25 دولار بر طبعا هيبقى يعني او في طبعاً المكان. فطبعا ده بيفرق كتير جدا مع شركات الطيران نفسها ومع السائح نفسه، لان الشركات دي او التور اوبريتور بره
بيعمل ايه؟ هو بيبقى عنده جروبات، فبيجيب جروب ويرجع جروب، جروب فده بيبقى له فايده كبيره مع صحيح. طبعا اللوجيستيك فبياخد تخفيضات. الطيران الشارتر مهم في ان هو لما كل ما زادت الاعداد بتملى طبعا الفنادق اكتر، واحنا الطاقه الاستيعابيه احنا المفروض كنا السنه دي، وزي ما حضرتك قلت لي كده احنا يعني نتمنى يبقى في طيران شارتر اكتر في المانيا اللاتينيه، امريكا اللاتينيه والهند بالذات، لان احنا الهند الرحلات المنتظمه بالنسبه لها ممكن رحلتين في الاسبوع او حاجه او مش كتير، يعني هي دلهي وبومبي. فاحنا محتاجين مثلا يبقى في طيران شارتر باستمرار ان هو يجيب اعداد كتيره، والسياحه الهنديه بتبقى سياحه ملي ثقافيه او للمعابد والزيارات وكده، مش سياحه شاطئيه. الحديث مع حضرتك شيق جدا، لكن انا الوقت بتاعي خلص الحقيقه، وعايز اقول طبعا المهرجانات يعني زي مهرجان القاهره السماء الدولي اللي في نوفمبر ده كمان بيساعد طبعا وبيسلط الاضواء على مصر أكيد. كتير جدا، وبتيجي طبعا الفنانين او الفولورز وفي نفس الوقت بيزوروا الاماكن السياحيه والثقافيه يعني طبعا. وان شاء الله متوقعين سيزون سياحي كويس يوصل 18 مليون باذن الله 2015. بشكر طبعا الدكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحيه، نورتنا يا فندم. تشرفت حضرتك. دلوقتي هنروح لفقره مهمه عن اول سباحه مصريه عالميه بتكسر الرقم القياسي في السباحه الحره. هنروح للمهندسه رندا المهدي لكن بعد الفاصل.